البطوله بنقعد نسال نفسنا هنتفرج عليها ازاي، لان احنا عارفين ان بي ان سبورت اخذت كل حاجه في البطولات، واخذت الاخضر واليابس ومش سايبه لنا اي حاجه. حتى البطولات بالنسبه للمشتركين عندها بتعمل لهم باقات وبتنفخهم فيها، فالناس بتعاني بسبب موضوع بي ان سبورت. في شريحه كبيره من الشباب يقول لك راح اتفرج على القهوه، راح اتفرج انا واصحابي ونقعد نتفرج على الماتشات على القهوه، بس في ناس ثانيه تقول لك لا احنا نحب نتفرج في بيتنا. بس اتفرج في بيتك ازاي؟ الجزائرية الأرضية بتذيع ماتشات كتير في البطولة، هتذيع ماتشات المنتخب الجزائري تمام. لو انت بقى يعني حابب يكون عندك خلفية شوية عن منتخب مصر، تونس، المغرب، اي حد غير المنتخب الجزائري، هتقعد تسال نفسك تتفرج ازاي بقى. وانا جاي اجاوب لك على السؤال ده. احنا يا باشا بالصلاه على النبي ما عندناش بي ان سبورت ومفيش ماتش بيفوتني، الموضوع كده سهل وبسيط. ده مش منزل حد عنده بي ان. انت لو اتفرجت على جوده الفيديوهات بتاعتي بتكح تراب اساسا، فبي ان سبورت ازاي بالنسبه للجودات اللي انا برفع بيها الفيديوهات دي؟ الموضوع سهل وبسيط عزيزي. لو انت حالتك زي حالتي كده هتدور على فكره انك تجيب قمر غير النايل سات. لو انت شغال بالنايل سات اساسا، لو انت شغال بالنايل سات، النايل سات هيجيب لك ماتشات على الجزائريه الارضيه فقط، والجزائريه الارضيه فيها شفره بيس. لو انت اساسا مش مدخل شفره البيس دي، فدور عليها على موقع الجزائريه الارضيه او على كمان صفحتهم على الفيسبوك، هتلاقي البيس بتاعهم مكتوب وهتضيفه انت في الصفر الصفر. ولو ما عرفتش تضيفه ابقى قول لي وانا اقول لك ازاي. هنقعد نبحث عليها وندور عليها ونشوف لها حل برضه. اما لو انت من الناس الرايقه اللي بتحب تتفرج على جوده عاليه وبتحب تشوف 4K وبتحب تشوف جوده عاليه وتقنيه عاليه، فعايز اقول لك انك ممكن بطبق متر او طبق 85 تتفرج على البطوله كلها كامله عن طريق القمر الفرنسي استرا 19. استرا 19 عليه باقه بي ان فرنسا، بي ان سبورت فرنسا. هتقعد تتفرج على المباراه بجوده عاليه جدا، بس هتبقى شاري سيرفر مدمج كده بمبلغ يعني زايد شويه، هيتفتح لك كل طول السنه يا معلم. طول السنه بقى معلم هيس دوري انجليزي على اسباني على ايطالي، على لو في اتنين صحابك بيلعبوا بره هتلاقي القنوات بتبث حرفيا، وانت عندك اساسا طبق متر او 85 هيلم لك القمر كله. اما لو انت مش عاجبك فكره القمر الفرنسي، روح على القمر الاسباني يا اسباسات، هتلاقي الباقه البرتغاليه سبورت تي في، هتلاقي واخدين البطوله كلها وهتلاقي كل الماتشات هناك، والدنيا هتكون حلوه بالنسبه لك. 10 قنوات فيهم برضه دوري انجليزي ودوري اسباني ودوري ايطالي، والدنيا بالنسبه لك هتكون هايصه برضه. يعني بسم الله ما شاء الله هتاخد البطوله وزياده عليها كل البطولات اللي انت بتتخيلها. اما لو انت بقى من الناس اللي هي عايزه تبعد شويه وتحب تتفرج على الماتشات على الاقمار المجانيه، فعندك الياهيسات القمر الاماراتي هيبث عليه قناه فرزاش، وقناه فرزاش دي زي الجزائريه الارضيه ليها شفره بيس لازم تدخلها. ولو انت برضو عايز تتفرج على قمر تاني ومش عايز تتفرج على القمر الاماراتي، عندك القمر الايراني. هم جنب بعض كده، القمر الاماراتي والقمر الايراني، ودول محتاج ان انت يعني هتلاقي شويه ماتشات بتجي منك بس مجاني، لا نت ولا مش نت ولا اي حاجه، وهتلاقي الحياه حلوه. اما لو انت من الناس اللي ما عندهاش مشكله تتفرج على الماتشات على اموس، هتلاقي كل حاجه موجوده على قنوات 5. اموس ده اللي هو هو القمر ده. بس اموس يعني اموس بيجيب لك كل الماتشات اللي ممكن تتخيلها حرفيا، يعني حرفيا كانوا بيبثوا دوره رمضانيه السنه اللي فاتت. احنا اموس مستقر دلوقتي جدا على السيرفرات. ولو انت مش عاجبك كل ده، عندك يا معلم الباقه بتاعت سبورت كلوب كرواتيا على يوتيلسات 16. دول هتلاقيهم بسم الله ما شاء الله جايبين لك كل الماتشات على الثلاث قنوات، وهيكون حاطين لك فوق مواعيد الماتشات والماتشات المهمه اللي هم هيبثوها والماتشات اللي هم هيحلقوا لها، وكل حاجه بالنسبه لك هتكون جميله. يعني احنا دلوقتي بالسلام على النبي عندنا مجاني قمرين ياهيسات والايراني، وعندنا مشفر هزبسات واسطره 19، وفي اسطره 23 القنوات الاسبانيه، وفي كمان يوتيلسات 16، وعندنا الاموس ابن الجزمه اللي انت مش هتحوز تتفرج عليه، وطبعا النايل سات، عندنا الجزائريه الارضيه، وعندنا الايراني، وعندنا الاماراتي. مارد يابا هتتفرج على اي حاجه بقى، قول لي بصراحه يعني. اما لو انت من الناس اللي عايز تتفرج على الرياضيه المغربيه فبراحتك انت، اقعد دور عليها بصراحه، هتلاقي الاوروبي، هتلاقيها على اسطر، بص دور عليها براحتك بصراحه. انا راجل برنس جايب الثلاث تومار عندي، عندي اموس، معلش عندي انا بتكلم مع الطبيعه كده، بس عندي اموس، هو القمر بيجيب لي كل الماتشات الشهاده لله يعني، حتى الدوري الايطالي والاسباني مش عاتب. الموضوع كان سهل جدا وبسيط ان الواحد يطلع يتكلم فيه. مش عايش تيم عشان انا بتفرج على اموس، مش عايش تيم، معلش بقى احنا بنتفرج على كل الماتشات، انا حتى البطوله العربيه كانت منقوله على اموس. والله تخيل اموس زعق فبي ان سبورت وحركت فبثت للناس، والله بتكلم بجد. اموس اعلن ان هو يزيل البطوله كلها كامله، بي ان اعلن ان هو يزيل ماتشات قليله، وبعد كده بي ان اتورطوا وراحوا فاتحين القناه الاولى والثانيه عشان تعرف ان الاموس بيحرق بصراحه. وبصراحه الاموس يعني الصوره بتاعته عاليه جدا، ده غير ان القنوات اللي انا بتكلم معاك فيها، القنوات بتاع الاقمار المشفره دي، هتلاقي الجوده عندهم افضل من بي ان، وهتلاقي كمان الصوره سابقه بي ان. والله بجد، بس عندك مشكله، هتلاقي ان مفيش صوت عربي. دي هتتحل عزيزي لو انت اشتركت على سيرفر زوسات، هتشترك معاه
من الصوتيات يعني، بسم الله ما شاء الله تبقى لاقي عصام الشوالي بيذيع على بي ان، وانت عندك على بي ان فرنسا اللي هو فرنسي بس هتلاقي صوت عربي. ازاي بقى؟ هي دي التقنيات عزيز، هي دي الشفرات. شفت الموضوع سهل جدا ومسكت ازاي؟ ما رحناش بعيد، بنتكلم على الكوره بس بنتكلم على الادوات اللي هتحلينا نتفرج على الماتش. يعني احنا بنبقى قاعدين كده نتكلم على الماتش وممكن نلاقي اساسا ان احنا مش هنعرف نتفرج عليه ازاي، فاحنا لازم نأمن نفسنا نتفرج عليه ازاي، بعد كده نقعد نحلل ونهبط براحتنا. لو عجبك هذا الفيديو اقول له لا يبقى انت برنس والله معلم، لو عدت الموضوع عموس فانت برنس والله معلم، وشكرا ليك يا معلم، واعمل حساب ان انا مصري ما بيزعلش اي حاجه اساسا، حتى الدوري المصري اون سبورت تحت كار، فانت بتتكلم في الموضوع كبير اساسا. ان عجبك هذا الفيديو اعمل لايك، ولا ان عجبك اعمل سبسكرايب، وفي الحالتين اشتم في الكومنتات زي ما انت عايز او قول راي ايجابي لو عايز.